السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 5، ومعانا النهاردة الدرس الثاني بعنوان الموارد المعدنية وتنميتها. يعني هتكلم في الدرس ده عن المعادن، يعني ايه الحاجات اللي هقدر اشوفها واقول عليها معادن. يعني اما اشوف الحديد او الفوسفات او المنجنيز او الذهب، اول ما اشوف الحاجات دي اقول عليها معادن. طيب الحاجات دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من باطن الارض، وممكن نلاقيها قريبة جدا من باطن الأرض، ممكن نقعد كتير نحفر عشان نلاقيها ونطلعها. طيب الحاجات دي طبيعية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها ولا بشرية؟ يعني الإنسان هو اللي عملها وحطها في باطن الأرض؟ هقول له لا طبعا، الحاجات دي طبيعية لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها لنا. يبقى كده عرفنا إن المعادن دي هي مادة طبيعية. بس أما أجي أدور على الحديد هلاقيه صلب ولا سائل؟ اكيد طبعا هنلاقيه مادة صلبة. يبقى كده تعريف المعادن ايه؟ هقوله ان المعادن دي هي مادة طبيعية صلبة تستخرج من باطن الارض، قد تكون قريبة او بعيدة عن سطح الارض. يبقى المعادن هي مادة طبيعية صلبة تستخرج من باطن الارض، قد تكون قريبة او بعيدة عن سطح الارض. طيب المعادن دي زي ايه؟ قال لي زي الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب. يبقى المعادن دي زي الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب. طيب هل المعادن دي كلهم ليهم نفس الأهمية؟ هقول له لا. طيب ليه ملهمش نفس الأهمية؟ لأنه تختلف الأهمية الاقتصادية من معدن لآخر. ممكن يجي لي هنا بما تفسر؟ هقول له ليه؟ هقول له على حسب ثلاث حاجات، على حسب استخدامها وكمية وجودها وتوزيعها. يعني احنا بنستخدم الحديد زي الفوسفات زي المنجنيز؟ اكيد لا، اكيد طبعا لا، كل واحد ليه استخدامه وأهميته بتختلف عن الآخر. طيب على حسب توزيعها، هل الحاجات دي لما لقيناها قريبة مننا من السهل اننا بننقلها ونستخدمها، ولا لقيناها بعيدة وتكلفنا فلوس كتير؟ هقولك ممكن نلاقيها كده وممكن كده. طيب على حسب كمية تواجدها، يعني ساعة اما بنحفر عليها لقيناها بكميات كبيرة ولا بكميات صغيرة؟ يبقى ممكن هنا يجيلي بما تفسر، تختلف الأهمية الاقتصادية من معدن لآخر. هقوله على حسب ثلاث حاجات، على حسب استخدامها وكمية وجودها وتوزيعها. يبقى كده احنا عرفنا ان المعادن دي هي مادة طبيعية صلبة تستخرج من باطن الأرض، قد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض. المعادن دي زي ايه؟ الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب، وتختلف الأهمية الاقتصادية من معدن لآخر على حسب ثلاث حاجات، على حسب استخدامها وكمية وجودها وتوزيعها. طيب أما نيجي دلوقتي نتكلم عن المعادن، هنتكلم عن حاجتين هما الأهمية الاقتصادية لكل معدن، وتاني حاجة بنستخرج المعادن دي منين. نيجي نشوف الأهمية الاقتصادية في كل معدن. الأهمية الاقتصادية لمعدن الحديد هنلاقيه بيدخل في صناعة ايه؟ يدخل في صناعة الآلات والسيارات وقضبان السكك الحديدية وغيرها. يعني أي آلة موجودة في أي مصنع من مصانع عليها مصنوعة من الحديد، والسيارات بردك مصنوعة من الحديد، وقضبان السكك الحديدية مصنوعة من الحديد. طيب بس كده؟ أكيد لا طبعا، هنلاقي حاجات كتير جدا بنستخدم فيها الحديد. طيب إيه كمان؟ إيه كمان من أهمية الاقتصادية للحديد؟ على الأقل هو أساس الصناعة الحديثة. يعني اي حاجه حوالينا حديثه هنلاقيها مصنوعه من الحديد. يبقى الاهميه الاقتصاديه للحديد اللي بيدخل فيه صناعه الالات والسيارات وقضبان السكك الحديديه، وهو اساس الصناعه الحديثه. طب ممكن يجي لي هنا بما تفسر، الحديد هو اساس الصناعه الحديثه؟ هقول له ليه؟ لانه بيدخل فيه صناعه الالات والسيارات وقضبان السكك الحديديه. طيب دلوقتي نيجي نشوف الاهميه الاقتصاديه للفوسفات، هنلاقيه بيدخل في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية. يبقى الفوسفات يدخل في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، وقال لي إن الفوسفات ده بيكون فيه كميات كبيرة جدا، عشان كده مصر بتصدر كميات كبيرة منه إلى الخارج. يبقى في مصر في كميات كتير جدا من الفوسفات، ومصر بعد كده عملت ايه؟ صدرت كميات كبيرة جدا منه للخارج. يبقى الأهمية الاقتصادية لمعدن الفوسفات بيدخل في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، ومصر بتصدره كميات كبيرة للخارج. طيب نشوف بعد كده الأهمية الاقتصادية للمنجنيز، هيدخل في صناعة الحديد والصلب. يبقى الأهمية الاقتصادية للمنجنيز بيدخل في صناعة الحديد والصلب. طيب نشوف الأهمية الاقتصادية لمعدن الذهب، هنلاقيه بيدخل في صناعة الحلي وبعض أنواع
العلاج. الحلية دي زي ايه؟ زي الخواتم والاساور اللي البنات بتلبسها. طيب يعني ايه بعض انواع العلاج؟ قال لي انه بيستخدموا ذرات الذهب ده في علاج بعض انواع الامراض زي السرطان. يبقى الاهمية الاقتصادية للذهب اللي بيدخل في صناعة الحلي وبعض انواع العلاج. يبقى كده احنا عرفنا الاهمية الاقتصادية للحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب. يبقى الاهمية الاقتصادية للحديد يدخل في صناعة الالات والسيارات وقضبان السكك الحديدية وهو اساس الصناعة الحديثة. والفوسفات بيدخل في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية وبيصدر بكميات كبيرة للخارج. والأهمية الاقتصادية للمنجنيز بيدخل في صناعة الحديد والصلب. والأهمية الاقتصادية للذهب بيدخل في صناعة الحلي وبعض أنواع العلاج. طيب دلوقتي يلا نشوف بنستخرج المعادن دي منين. هنلاقي بنستخرج الحديد من الواحات البحرية من الصحراء الغربية. يبقى الحديد بيستخرج من الواحات البحرية في الصحراء الغربية. طيب نشوف الفوسفات بيستخرج مين؟ بنستخرجه من هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية. يبقى دلوقتي الحديد والفوسفات موجودين في الصحراء الغربية. طيب نشوف المنجنيز بنستخرجه منين؟ بنستخرجه من أم بجمة دي موجودة شبه جزيرة سيناء. نشوف بنستخرج الذهب ده منين؟ بنستخرجه من منجم اسمه السكري بالصحراء الشرقية. يبقى بنستخرج الحديد من الواحات البحرية بالصحراء الغربية والفوسفات من هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية. المنجنيز بنستخرجه منين؟ من أم بجمة بشبه جزيرة سيناء. والذهب بنستخرجه منين؟ بنستخرجه منجم اسمه منجم السكري بالصحراء الشرقية. طيب بعد كده احنا لقينا مصنعين مهمين جدا، في مصنع للحديد ومصنع للفوسفات. المصنع للحديد اسمه ايه؟ مصنع حلوان للحديد والصلب. ان المصنع ده للحديد والصلب بيوقف في منطقه في حلوان اسمه مصنع حلوان للحديد والصلب، وبياخد الحديد بتاعه من الواحات البحريه. يبقى مصنع حلوان للحديد والصلب ده الحديد بتاعه بياخده من الواحات البحريه اللي هي موجوده في الصحراء الغربيه. طب المصنع الثاني بتاع الفوسفات اسمه مصنع ابو زعبل. يبقى كده احنا عرفنا الاهميه الاقتصاديه لكل معدن من المعادن، وعرفنا ان هو بيستخرج منين. بيستخرج الحديد بنستخرجه من الواحات البحرية، والفوسفات بنستخرجه من هضبة أبو طرطور، والمنجنيز بنستخرجه من أم بجمة، والذهب بنستخرجه من منجم السكري. طيب يلا نشوف الحاجات دي على الخريطة. دلوقتي احنا بنستخرج الحديد من الواحات البحرية في الصحراء الغربية. الواحات موجودة اهي على الخريطة. وبنستخرج الفوسفات من هضبة أبو طرطور، الاتنين موجودين. اللي يبقى الحديد والفوسفات موجودين في الصحراء الغربية. يبقى الحديد موجود في الصحراء الغربية من فوق، والفوسفات موجود بهضبة أبو طرطور من تحت. طيب المنجنيز بنستخرجه منين؟ من أم بجمة في شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء اهي ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب بنستخرج الذهب منين؟ بنستخرجه من منجم السكري. موجود فين المنجم السكري ده؟ موجود في الصحراء الشرقية. يبقى الحديد موجود في الواحات البحرية مكانها على الخريطة، والفوسفات موجود في هضبة أبو طرطور، والاتنين موجودين في الصحراء الغربية، والمنجنيز موجود في شبه جزيرة سيناء في أم بجمة، والذهب موجود في منجم السكري في الصحراء الشرقية. نيجي دلوقتي نشوف جهود الدولة لتنمية المعادن دي. عايزين نعرف الدولة عملت ايه عشان تنمي الموارد المعدنية. اول حاجة هنلاقيها انها بتشجع المستثمرين في البحث عن المعادن. يعني الناس اللي معهم فلوس بيشجعوا منهم يدوروا على المعادن، وساعد ما يلاقوا المعادن دي هم بياخدوا جزء والدولة بتاخد جزء من المعادن دي، فبكده المعادن هتزيد. طيب ايه كمان من جهود الدولة؟ قال لي ان هي بتستخدم الوسائل التكنولوجية في البحث عن المعادن. يعني ايه؟ يعني جابوا اجهزة حديثة جدا بيمشوها فوق الارض، والاجهزة دي بتكتشف لي المعادن موجودة فين ومش موجودة فين. طيب ايه كمان من جهود الدولة؟ قال لي ان هي عملت البحث عن بدائل للمعادن في الصناعة. زي ايه؟ زي البلاستيك. يعني بدل ما بتعمل كل حاجة من الحديد، قالت لا ادخل فيها شوية من البلاستيك، فالبلاستيك ده رخيص وبتحاول توفر في الحديد. يبقى جهود الدولة لتنمية الموارد المعدنية
عامل 3 حاجات، ان هي بتشجع المستثمرين في البحث عن المعادن والبحث عن بدائل للمعادن في صناعة كاس بلاستيك، الوسائل التكنولوجية للبحث عن المعادن. يبقى الدولة جهود الدولة عملت 3 حاجات لتنمية الموارد المعدنية، ان هي شجعت المستثمرين، وان هي دورت على بدائل للمعادن في الصناعة زي البلاستيك، واستخدمت الوسائل التكنولوجية في البحث عن المعادن. وبكده نكون خلصنا الدرس. يلا بقى نحل تدريبات. أول حاجة، بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمعدن الذهب؟ ليه معدن الذهب مهم؟ ليه سنة 5؟ شطار، لأنه قال لي لأنه بيستخدم في صناعة الحلي وبعض أنواع العلاج. يبقى الأهمية الاقتصادية لمعدن الذهب، قال لي أنه يستخدم في صناعة الحلي وبعض أنواع العلاج. طيب نشوف سؤال تاني، بما تفسر الحديد أساس الصناعات الحديثة؟ ليه؟ شطار، لأنه بيدخل في صناعة الآلات والسيارات وقضبان السكك الحديدية. طيب ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، أو كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. يوجد الحديد في مصر في منطقة أم بجمة؟ الحديد بيوجد في منطقة أم بجمة، صح ولا غلط؟ شطار، غلط. طيب مين اللي بيوجد في أم بجمة؟ برافو، المنجنيز. طيب الحديد بيوجد فين؟ شطار، في الواحات البحرية. طيب نيجي نشوف سؤال تاني، يستخدم الفوسفات في صناعة الحلي، صح ولا غلط؟ شطار، غلط. طيب ايه اللي بيستخدم في صناعة الحلي؟ شطار، الذهب. طيب الحديد الفوسفات ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية. طيب نشوف سؤال تاني، تختلف أهمية المعادن حسب كمية وجودها في حجمية وجودها في الطبيعة، صح ولا غلط؟ صح، يعني تختلف الأهمية الاقتصادية للمعادن حسب كمية وجودها وتوزيعها ولا حسب استخدامها. وبكده نكون خلصنا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.